حتى خط النهاية. تهانينا لجميع الفائزين، ونهنئ ونتمنى التوفيق أيضا لجميع المشاركين في هذا اليوم وفي بقية أيام المهرجان. ويستمر وتستمر مشاهدينا الأعزاء أشواط الأشواط بالانطلاق وانطلق في هذه اللحظات الشوط الرئيسي للقعدان والكلمة وحينها به للزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن بريك. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم، ثاني أيام هذا المهرجان، يوم الأحد 18 من يناير لعام 2015، في هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، حيث نستمر اليوم مع سن الصغار وسن الحقائق، وينطلق شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، شوط رئيسي في هذه اللحظة، وتندفع الأسماء في أول أشواط القعدان اليوم، أول أشواط القعدان في الفترة الصباحية في هذه الأجواء الجميلة، حيث يستمر أبناء الخليج في هذا التوافد وفي هذا التواصل في هذا المهرجان الغالي الذي يقام كل عام في ميدان الشحانية. هنا نهني كل من فاز اليوم ويوم الأمس في هذا المهرجان وافتتاحه، وننطلق في هذه اللحظة مع هذا الشوط، ونتابع المركز الأول بعد انتهاء الكيلو متر الأول. نتابع المركز الأول، هذا الصيرمي على المركز الأول، فهد هيد بن راشد بن سعيد آل بريص المري، وهنا تغيير وانطلاق مياس اللي يحتل المركز الأول، ملكية لطالب بن محمد بن طالب آل فهيده المري مع المركز الأول. المركز الثاني شعار قادم من الغربية، محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري مع التعاون على المركز الأول. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين خليفة بن محمد بن خليفة بالهول المهيري، ومن الجانب الآخر تواصل وانطلاق شاهين علي بن جابر بن حسين بن علي بن جرح، بغير إلى المركز الثاني إلى المركز الأول. بينما المركز الرابع رقم ثمانية من الجانب الآخر يحمل رقم ثمانية الصيرمي محمد بن سالم بن محمد آل جحيش المري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصول وانطلاق من شعار سالم بن خلفان بالعرج الاكتبي مع وصول الهواوي اللي يحتل المركز الخامس، وتغيير في هذه اللحظة وانطلاق من شعار محمد بن خالد بن عبد الله العطية بوصول الطاير على المركز الخامس. هذه الأسماء إخواني المتابعين، هذا هو النداء الأول، وأعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة، إلى من يحتل المركز الأول وينطلق في هذه المسافة في هذا الشوط الأول، وانتصاف مسافة هذا الشوط الأربعة كيلومترات. طبعا هي المسافة كاملة، ولكن راحت 2 كيلو، عندنا 2 كيلو أخيرة عن خط النهاية وعن نقطة الشوط الأول الرئيسي. الشوط الأول الرئيسي، يا سلام يا سلام، صباح اليوم، صباح ناموس غالي في هذا المهرجان. هنا مياس، سلالة مياس على المركز الأول، طالب بن محمد بن طالب آل فهيده المري، والمركز الثاني وصول من شعار بن فراج على ما أعتقد، وهذا نعم يصل، بل هو شاهين سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي مع المركز الثاني، الشعار الأبيض الجميل اللي ينطلق في هذه اللحظة ممثلا لأبناء شحاني على المركز الثاني والمركز الثالث رقم 37. هنا التعاون، محمد بن صغير محمد بن سيف المنصوري، ورابعا يحتل شاهين خليفة بن محمد بن خليفة بن هول المهيري، والمركز الخامس رقم 13 لمح البصر لجمعة بن سنان بن خادم بن راشد المهيري. وخلاص أعود إلى المركز الأول، إلى من يستحق الإذاعة، طبعا كان من كان بالمركز
المركز الأول، لكن أنا أعود إلى صاحب الصدارة دائما، إلى المركز الأول، إلى من يستحق الإذاعة دائما، رقم واحد ومن يستحل المركز الأول هذا هو مياس طالب بن محمد بن طالب ألف. هذه المري مع المركز الأول ينطلق في هذه اللحظة، وتدخل خطير من شعار الصغير على المركز الثاني، ووصول أيضا شعار جديد، وهذا أشكر مارك بن سلطان بن قران المنصوري يتدخل مع المنعطف الأخير وافتتاح الكيلو متر الأخير. خلاص خلاص خلاص، الأمور بدأت بالوضوح تقريبا، وهذا مياس طالب بن محمد بن طالب ألف هيدا المري ينطلق، ولكن في هذه اللحظة يتدخل شعار بن قران مع أشقر وشعار ينطلق في هذه اللحظة، وينطلق شعار بن رشيد مع المركز الثاني، يتدخل وينطلق شعار بن رشيد، هنا بارق احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن هنا اشقر وبارق في هذه اللحظه ينطلق، قادم من دوله الامارات، بل هم قادمات من دوله الامارات، المركز الاول والثاني، ولكن بارق مع المركز الاول ينطلق احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. أهل المرموم أسعد الله صباحكم مع فوز بارق وانطلاقه إلى خط النهاية. هنا بارق أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا يا السويدي على فوز بارق بالمركز الأول وحصوله على نقطة الشوط الرئيسي الأول الخاصة بالقعدان، تهانينا. والناموس المركز الثاني، أشقر اللي بالمركز الثاني لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري، المركز الثالث مرحب لناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي، والمركز الرابع رمسيس لراشد بن سعيد بن منان الاكتبي، والمركز الخامس مخلص لعتيق بن شامس بن عتيق بن شامس العامري. تهانينا والناموس إخواني المتابعين لمالك بارق أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بعد منافسة شيقة وقوية في أول أشواط القعدان مع أشقر، احتل المركز الأول بارق في صباح هذا اليوم الجميل، ثاني أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد، وهذه لحظات فوز بارق بالمركز الأول وحصوله على الناموس بشعار أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا يا بن رشيد على فوز بارق بالمركز الأول. توقيت الزمن لحظة وصول بارق إلى خط النهاية. ست دقائق وثمان ثواني وثمانية وخمسين جزء من الثانية، هذا التوقيت اللي سجل مع بارق. تهنئة لمالك بارق أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثاني ست دقائق عشر ثواني خمسة وعشرين جزء من الثانية، توقيت صاحب المركز الثاني أشقر، وملكية أشقر لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثالث ست دقائق عشر ثواني واحد وثمانين جزء من الثانية، هذا هو من فاز بالمركز الثالث. مرحب لناصر بن محمد بن غنام الهاملي، تهانينا والناموس لكل